مشاهدينا الاوفياء اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من ميكرو سبور. اليوم نزلنا للشارع المغربي باش نسولوا المواطنين على اللائحه الرسميه اللي استدعاها مدرب المنتخب الوطني ايرفي غونار في مواجهه منتخب الراس الاخضر. بقوا معنا مشاهدينا باش نعرفوا اراء المواطنين حول هذه اللائحه هذه. لاعبين هو اختار شي لعابه من البطوله الوطنيه اللي انا الصراحه كيبانوا لي ماشي في محل اللي يكونوا في المنتخب ومزيان. لا اللائحه اللي دار غير لعابه ديال الاحترافيين ودار غير لعاب واحد من البطوله ولعاب جديد يلاه اول مره تنادى عليهم وكنظن هذا المدرب هذا يقدر تكون انطلاقه ديال المنتخب. اللائحه اللي دار ما شفتهاش. مدرب كبير حتى خدا جوج ديال كاس افريقيا، مدرب كبير تبارك الله، وان شاء الله يمشي بعيد مع المنتخب ان شاء الله. ما قائمه موال، ماشي قائمه، خاصو اللعابه يكونوا اغلبيه يكونوا في بطوله على الاقل. الحقيقه اللائحه اللي قالها اللي نعلن عليها رونار ما غاديش نتاكدوا منها حتى تعطي شي نتيجه ولا لا، حيت اغلب اللاعبين جلهم هما اللي كانوا ديجا كيعيطوا عليهم مدربين اللي كانوا صحبه منتخب وطني. يعني ما نحكموا حنا على هاد رونار، حتى غادي نشوفوا الماتشات وخصنا نعطيو شويه الوقت، ضروري خصنا نصبروا عليه. نتمنوا مع المغرب المنتخب المغربي ان شاء الله يحقق شي نتيجه ويرجع الكره المغربيه الهيبه ديالها لا افريقيا ولا دوليا ان شاء الله. وان شاء الله خص الجمهور يصبر شويه على المدرب والناس اللي كيفهموا شويه في الكره يعطيو فرصه. يعني النتائج ما كتجيش باليوم او غدا، يعني الانسان خاص تكون واحد استراتيجيه ديال العمل، تكون واحد التنسيق، تكون واحد العمل مجهود. بالنسبه للمدرب، مدرب عنده امتيازات بزاف ودرب بزاف ديال الفرق الكبار وبزاف ديال المنتخبات، يعني مدرب مزيان. اما بالنسبه للعابه نقدر نقول انهم شي لعابه مزيانين غيستمروا مع المنتخب وشي لعابه ما عندهمش بلاصه في المنتخب وصافي. المدرب مازال ما شفناش الكفاءات ديالو حيت عاد قال لي بسم الله. اون بليس اللعابه اللي كنحنا كاملين تنعرفوا الانسجام ديال اللعابه اللي عندنا في الفريق الوطني. المهم انا تنقول ان شاء الله غادي نكونوا تعادل او لا 1-0 من طرف المغرب. هو كاين ماشي ما كاينش. يلاه غان اللائحه ما باقي ما عرفتش شنو لا ليست اللي عطى الاخر. ملي جو بونس بلي غيكون فهمتي غيدير شي حاجه. علاش؟ لانه هو مدرب كبير كما قلت وديجا عنده دابا جو بونس ديال دو كوب دافريك ياك الكارير ديالو، ودابا شد المغرب. وش نقول لك، نتمنى ليه اي ويتش ام اولد بيرسون ذاتس اول. إذا مشاهدنا الأوفياء بهذا وصلنا لنهاية الحلقة من ميكرو سبورتس، وأن النهار اليوم كان على اللائحة الرسمية اللي استدعاها إيرفي غونار في مواجهة منتخب الرأس الأخضر واللي كتضم مجموعة ديال اللاعبين المحترفين ومجموعة ديال اللاعبين من البطولة الوطنية الاحترافية. من خلال آراء ديال المواطنين مجموعة ديال الناس قالوا بأن إيرفي غونار مازال في البداية ديالو، مازال في المشوار ديالو، ومازال يعني خصو مازال ما نحكموش على المنتخب الوطني.